على مدى يومين كانت لدولة رئيس الحكومة سلسلة لقاءات في ميونخ، آخرها قبل لحظات مع رئيس وزراء قطر حيث انتهى الاجتماع في إطار المساعي لوقف العدوان على جنوب لبنان وعودة الهدوء، مع تأكيد لبنان بأولوية تطبيق القرار 1701 كاملا ووضع خطة لدعم الجيش ووقف العدوان الإسرائيلي المستمر على جنوب لبنان واستهداف المدنيين بشكل فاتر. من خلال هذه الاتصالات يبدو حسب الواقع أن الأمور تتجه إلى نوع من الاستقرار الطويل الأمد مع استمرار الحذر الشديد مما قد يقدم عليه الإسرائيلي من عدوان على لبنان. أما بشأن الاجتماع كما تفضلت مع الموفد الأمريكي هوكشتاين، فكان تأكيد من هوكشتاين أن المساعي الأمريكية ستستمر للجم إسرائيل وعدوانها، لكن يعني أحب أن أؤكد أنه من خلال جول الاتصال لا ضمانات حاسمة في هذا الصدد، لكن المساعي الأمريكية تدفع باتجاه الحل الدبلوماسي الذي يحقق الاستقرار وعودة النازحين إلى قراهم. دولة الرئيس بهذه الاتصالات أكد أن الخيار الأفضل هو الحل الدبلوماسي لأن الحرب ستكون خراب على الجميع، لكن أكيد أنه ليس هناك ضمانات ولا ثقة بالموقف الإسرائيلي لأننا أمام عدو يمتهن الحرب والقتل، ولا يمكن الرهان على رئيس حكومة يربط مستقبله السياسي بالعدوان وبالحرب. هذه هي خلاصة الموقف، مع إشارة أخرى لأنه أعتقد أنه قد أسأل عنها. الموفد هوكشتاين لن يأتي إلى لبنان قريبا، لا زيارة قريبة لهوكشتاين إلى لبنان، لكنه يواصل اتصالاته. نعم أستاذ فارس، يعني تقول أنه الوضع سيكون في الأيام المقبلة مستقر بحسب الاتصالات التي أجراها الرئيس؟ يعني تعبيري كان واضحا، تتجه إلى الاستقرار مع الحذر الشديد مما يعني من الغدر الإسرائيلي وما قد يقدم عليه العدو، لكن حتى الآن الأمور تتجه نحو نوع من الاستقرار. نعم، هناك موضوع آخر، يعني بما أنه حضرتك معي اسمح لي أنه أسألك عن موضوع رئاسة الأركان. يقال اليوم أنه رئيس الأركان تسلم مكتبه، ولكن المرسوم لم يصدر في الجريدة الرسمية يوم الخميس الماضي، لماذا؟ قررت الحكومة مجلس الوزراء نافذة، والأساس في هذا الإطار أن رئيس الأركان تسلم مهامه، ووزارة المالية وقيادة الجيش وجميع المعنيين أبلغوا بصدور قرار مجلس الوزراء، وكل الباقي هو نوع من التفاصيل التي يعني لا مجال للخوض فيها الآن، لأن هذا الأمر يتعلق بشكل خاص بموضوع المؤسسة العسكرية، وهذا الموضوع يجب أن يبقى بمنأى عن أي تجاذبات أو خلافات. الأساس أن الجيش يجب أن يبقى متماسكا وألا يحصل فراغ في قيادة الجيش وفي المؤسسات الأساسية التابعة للجيش. الأساس هنا أيضا أن المطلوب من جميع الوزراء الذين يقاطعون جلسات مجلس الوزراء العودة كما قال دولة الرئيس أمام الوزراء أنفسهم قبل أيام في السراي الحكومي خلال إطلاق الاستراتيجية الحماية الاجتماعية. يجب عودة الجميع إلى طاولة مجلس الوزراء، لأن المقاطعة والتوقف عن حضور جلسات مجلس الوزراء ثبت أنها لا تجدي نفعا، والأساس أن يعود الجميع في هذه المرحلة الدقيقة والمفصلية إلى التعاون لتمرير المرحلة. البكاء على الأطلال وعلى الصلاحيات أمر لا يفيد، لأن لا أحد راغب بأخذ صلاحيات رئيس الجمهورية، ولا أحد راغب بأن يبقى الوضع على هذا التوتر بين المكونات الحكومية. يجب أن يكون هناك تعاون حكومي شامل لتمرير هذه المرحلة، والأساس أن يقوم المعنيون ومن بينهم النواب الذي ينتمي إليهم الوزراء المقاطعون أن يقوموا بواجبهم في انتخاب رئيس الجمهورية، والتعاون مع سائر مكونات المجلس النيابي لانتخاب الرئيس، وهذه هي الأولوية الملحة لاكتمال عقد المؤسسات الدستورية. أستاذ فارس، هل هناك اتجاه لتعديل بحقيبة وزير الدفاع باسم وزير الدفاع؟ لأنه بالدراسة يلي استند عليها الرئيس ميقاتي بطرح تعيين رئيس للأركان واللي أعد القاضي محمود مكي، هو يتحدث عن احتمال تبديل الحقيبة الوزارية للوزير كي لا تبقى الحكومة رهينة لرأي وزير معين، هل هناك اتجاه في هذا الصدد؟ هذا تفصيل مجتزأ من الدراسة. الأساس أن قرار حكومة صدر والأركان رئيس الأركان تسلم منصبه، والأولوية في الوقت الحاضر للملمة الوضع ومعالجة ملفات الملحة لا لفتح مجالات جديدة. نعم.
سؤال أخير أستاذ فارس، في عدد من المهاجرين غير الشرعيين من الجنسية السورية الذين انطلقوا من لبنان باتجاه قبرص، وحاولت قبرص إعادتهم إلى لبنان، وعددهم 116 مهاجر سوري. لماذا رفض لبنان استلام هؤلاء المهاجرين؟ لأن موقف لبنان مبدئي، بغض النظر عن العلاقة الوطيدة التي تجمع لبنان بقبرص وهي جارة رغم أن الماء البحر يفصل بيننا، إلا أن الموقف اللبناني يعني مبدئي وينسجم مع القوانين الدولية. وقد أكد رئيس الحكومة للمديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة خلال اجتماعه بها أمس في ميونخ أن لبنان يرفض استرجاع أي نازح يهاجر عبر القنوات غير الشرعية إلى لبنان. الرفض اللبناني ينطلق من مبدأ أن لبنان مسؤول عن الرعاية اللبنانيين، ويقبل ويلتزم باستقبال وإعادة حاملي الأوراق الثبوتية اللبنانية من المهاجرين، ولكنه يرفض استقبال أي مهاجر غير لبناني هاجر بطريقة غير شرعية أيا تكن نقطة انطلاق القارب الذي كان على مبدأ. هذا الموقف ينسجم مع موقف اللبناني الذي عبر عنه رئيس الحكومة مرارا وتكرارا بدعوة المجتمع الدولي إلى حل مسألة النازحين، لأن هذه المسألة ستشكل قنبلة موقوتة تنفجر في وجه الجميع. لطالما حذر الدول الأوروبية ودول العالم من أن هذه الأزمة لا يمكن أن يتحملها لبنان وحده، وعلى الجميع التعاون في هذا الملف. يبدو أن التغاضي سيسبب إشكالات، لكن لبنان ليس مسؤولا عن النازحين السوريين. التفاوض في شأن الذين هاجروا أو عبر مركب غير شرعي ووصلوا إلى المياه القدسية يجب أن يتم مع السلطات السورية المسؤولة عن رعايتها. لبنان مسؤول عن رعايتها. أنا بدي أشكرك المستشار الإعلامي اللي أشير ست حليمة مسألة أخرى، يعني قد أسأل عنها تكرارا هذا الأسبوع. هناك جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع لبحث موضوع معالجة أوضاع المصارف وإعادة تنظيمها. هذه الجلسة سيتحدد موعدها النهائي مطلع الأسبوع، قد تكون الخميس أو الجمعة، وهذا الملف هو من الملفات الأساسية التي تشدد عليها الحكومة، لأن الأولوية هو إعادة موضوع إعادة الأموال المودعين، الأموال إلى المودعين وفق صيغة يجب أن يتفق عليها المجلس النيابي. الحكومة ستقوم بواجبها في بحث مشروع قانون أعد بهذا الصدد، وهي منفتحة على كل النقاشات والملاحظات التي قد تقدم، لكن السلبية التي بدأت طلائعها لمواقف بعض المعترضين ليست في محلها. المطلوب التعاون إذا كانت النية سليمة لدى الجميع في إعادة حقوق المودعين. وما قيل في بعض الإعلام أن رئيس الحكومة من خلال الموقف الذي أعلنه بأن الدولة مسؤولة يحاول تحييد الآخرين، هذا كلام غير دقيق، لأن اللقاء الذي جرى فيه هذا الكلام مع الصحفيين الاقتصاديين قبل 3 أيام في سراي قال خلاله دولة الرئيس إن الدولة هي المسؤولة الأساسية، يعني مسؤولة في القسم الكبير منها، لكنه لم يحيد المصارف ولم يحيد من حولوا أموالهم خلال فترة ما بعد تشرين. لنكن واضحين، المسؤولية يتحملها الجميع، طبعا المودع لا يتحمل المسؤولية لأنه الخاسر الأكبر في هذه المسألة. الدولة مسؤولة في جزء كبير، وخصوصا أن البيانات الوزارية المتتالية كانت تشدد على الاستقرار النقدي، وهذا الاستقرار يعني للأسف كان في بعض الأحيان على حساب الخزينة من خلال يعني دفع الأموال لتأمين الاستقرار وتثبيت سعر الصرف. أنا بدي أشكرك. لكن الجلسة قائمة والملف سيطرح على جدول أعمال مجلس الوزراء، على جلسة مجلس الوزراء، ومن لديه الاقتراحات فليتقدم بها، أما الملاحظات على الإعلام مجرد إعلام لإطلاق المواقف فلا تجدي نفعا.